نروح لزميلنا محمد توفيق ومع زميلتنا روزان نصر عشان نعرف منهم آخر الأخبار. اتفضل يا محمد. اتفضل يا روزان. مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كالعاده تتوالى الانتصارات والانجازات للنادي الاهلي. في البدايه اسمح لي ارحب بزميلتنا العزيزه نظام نصر معانا النهارده في خامس حفلات الرعايه. محمد، يعني كالعاده النادي الاهلي اسم كبير، وزي ما قال كابتن محمود الخطيب جملته الشهيره، النادي الاهلي كيان كبير دايما بيجذب الكيانات الكبيره في شراكات تساهم في نجاح النادي الاهلي وتحافظ على اسمه ويبقى دايما رقم واحد، مش رقم واحد بس رياضيا زي ما دايما بنتكلم محمد، ولكن رقم واحد تجاريا تسويقيا وكقيمه تجاريه بتضيف لاي حد اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي، اكيد هو المستفيد من وجوده بجانب النادي الاهلي. والنهارده مكملين، والراعي الخامس وشركه شيل، يعني اضافه اكيد لاي شركه انها تكون موجوده على تيشيرت النادي الاهلي. وكلنا بنشوف يعني تيشيرت النادي الاهلي بيسافر العالم كله زي ما كنا بنتكلم محمد، يمكن ايام كمان كاس العالم للانديه لما اتكلمنا ان الصحف البرازيليه كانت بتتكلم عن النادي الاهلي وقيمته مش بس كمان رياضيا ولكن تسويقيا. انت بتتكلم في نادي بيصرف على اكثر من 23 بطوله، عندك اربع فروع اجتماعيه، اعتقد كل دي مصروفات كان لازم دايما النادي الاهلي يغطيها بموارد عظيمه. عشان كده النادي الاهلي دايما بيحط استراتيجيه واضحه لجذب المزيد من الاستثمارات للرعايه علشان يقدر يصرف على سواء انشطته الرياضيه او كمان الانشطه الاجتماعيه داخل النادي. روزان، يعني كلمينا بقى عن الرعايه وده الراعي الخامس، والنادي الاهلي دايما زي ما بنقول بيجذب الكيانات الكبيره، كلمينا بقى عن اليوم النهارده. في البدايه برحب بيك محمد سعيد، وبرحب كمان بزميلي محمد توفيق اللي بيشاركني اكيد تغطيه اليوم، وبرحب كمان بكل مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني احنا متواجدين النهارده اكيد لتغطيه المؤتمر الصحفي الخاص، يعني الخاص طبعا بتوقيع الشراكه ما بين النادي الاهلي وشركه شيل لمده اربع سنوات. طبعا يعني اضافه لكلامك يا محمد، يعني الشركه الحقيقه عالميه، اضافه واسم كبير جدا لجماهير طبعا القلعه الحمراء وللنادي الاهلي اكيد. خليني اقول ان انا متحمسة جدا لبداية هذا المؤتمر بالتحديد، عجبني جدا يعني التنظيم من أول ما دخلت، الحقيقة تنظيم راقي جدا، مهتمين بكل التفاصيل، عجبني أنهم حاطين التيشيرت عليها اللوجو أكيد بتاعهم طبعا علشان يوروا الناس اللوجو هيكون شكله عامل إزاي على التيشيرت، ودي حاجة الحقيقة مميزة جدا ولفتت انتباهي أكيد من أول ما دخلت. النهاردة طبعا المؤتمر يعني دقائق قليلة بتفصلنا عن بداية المؤتمر بحضور طبعا الكابتن محمود الخطيب وعدد من مجلس إدارة النادي الأهلي وكمان مجلس إدارة الشركة الراعية. بالطبع روزان، كل حاجة هنا محمد تليق باسم النادي الأهلي بالطبع وتليق بقيمة النادي الأهلي. وزي ما روزان أضافت، يمكن يعني خلال دقائق هتبدأ الحفلة، هيبتدي إن شاء الله في تمام الواحدة ظهرا طبعا بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية محمد، وبعد كده هتبقى الكلمة الافتتاحية، تليها كلمة يعني الأستاذة أمال الشيخ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شيل مصر، وبعد كده كمان هتبقى كلمة للكابتن محمود الخطيب، ومن بعدها توقيع العقود وتبادل الدروع التذكارية ما بين الجانبين، ومن ثم الختام. طبعا كل حاجة لازم تكون تليق باسم النادي الأهلي صاحب أكبر جماهيرية وشعبية وقاعدة سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا كلها محمد، وأعتقد أن النادي الأهلي خلاص بقى بيصنف في مصاف الفرق العالمية. معاك لو في استفسار يا محمد. طيب أنا لفت انتباهي لما جت صورة القاعة والمؤتمر الصحفي قبل ما يبدأ، في جملة كده أو كلمة سلوجان شركة شيل مع النادي الأهلي كاتبة مشوارنا واحد. الكلمة أكيد ليها معنى كبير جدا، وزي ما انتم شايفين على الشاشة اهو معانا، كمل مشوارك موجود على تي شيرت النادي الأهلي مشوارنا واحد. الفكرة في حد ذاتها يا محمد ويا روزان مهمة جدا، عايز أفهم منكم الجملة أكيد كان فيها تفكير، لأن خدوا بالكم السلوجان ده مش كلمة بتتكتب على تي شيرت أو كلمة ممكن تتقال في الجنرال، لأ أكيد ليها قيمة تسويقية أو معنى تسويقي مهم جدا مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، وكمان أنت بتوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي كراعي وكشريك أساسي مع النادي الأهلي. بالطبع محمد، يعني الكلمه طبعا لفتت انتباه كل الحاضرين، وطبعا يعني بحييك على هذه اللفته، كلنا طبعا الكلمه عجبتنا جدا، سواء السلوجان بتاع كمل مشوارك او مشوارنا واحد. بالطبع ده كان ليه خلفيه طبعا ان شركه شيل مش اول مره تكون زي ما نقول في ظهر تيشيرت النادي الاهلي وراعي من احد رعاه النادي الاهلي، لا كان في مشوار، فده اعتقد اللي بيرمز ليه كلمه يعني هنكمل مشوار او مشوارنا واحد، خاصه ان النادي الاهلي وما اعظم مشاويره محمد مشوار من 1907 الى 2023، مشوار مليء بالانجازات بالبطولات. وطبعا ده في دلاله يا روزان ان شركه شيل طبعا هي شركه زيوت، فطبعا هي لمركبات السير وكده، فطبعا ده كان رمز ودلاله على العلاقه وعمقها ما بين الكيانين سواء النادي الاهلي طبعا وشركه شيل، شركه من احد الشركات الكبرى العالميه، وكمان ارتباطها بمشوار النادي الاهلي الطويل سواء على الرعايه او كمان مشوار النادي الاهلي الطويل كبطولات. واعتقد ده لفت نظرك كمان يا روزان، خاصه ان انت قلت لي عاجبني قوي التيشيرت وشكل التيشيرت النادي
النادي الاهلي انه في كل مكان هنا في القاعه. بالفعل يا محمد، يعني يمكن انا قلت لك الشركه دي مهتمه بكل التفاصيل، عجبني جدا يعني تنظيمهم اكيد للحفل. اكيد من اول ما دخلت بصراحه كل حاجه لفت نظري، يمكن مجهوداتهم طبعا باينه جدا جدا، ويمكن الكلمه اكيد بتعبر عن نجاحات قادمه باذن الله للنادي الاهلي. هي يعني شركه كبيره وضخمه وتليق باسم النادي الاهلي كالعاده، ويمكن يعني انا متحمسه جدا بصراحه في المؤتمر ده لبدايته علشان اعرف ايه اللي هيتقال طبعا التفاصيل فيه، وعاد رعايه طبعا بتفاصيله. يعني قولي شايف المؤتمر كمان ازاي يا محمد؟ ما هو بالطبع يا روزانه، يمكن الكلام اللي بتقوله الزميله روزانه محمد، كل اللي احنا شايفينه ده عشان انت النهارده هتضاف لرعاه النادي الاهلي. مش هينفع اي حاجه تكون مرتبطه اسمها بالنادي الاهلي الا لما تكون كبيره وعظيمه وتليق باسم ومكانه النادي الاهلي. أكيد. زي ما كلمه الكابتن محمود الخطيب دايما اللي بيقولها محمد، دايما بنكذب كده كبيره عشان نحافظ على اسم النادي الاهلي ومكانته رقم واحد، وده اللي كنا بنتمناه، وكلنا ان شاء الله مكملين المشوار مع النادي الاهلي، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه، ويبقى دايما رقم واحد محمد باذن الله. روزانا نصر، محمد توفيق، انا بشكركم شكرا جزيلا على هذه التغطيه، واكيد لينا لقاءات اخرى بعد المؤتمر الصحفي، ومهم كمان نتكلم مع إدارة التسويق عشان نعرف إيه اللي ممكن يتقدم كمان مع جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية مع الرعاة والشركاء الرئيسيين للنادي الأهلي في عقد الرعاية الجديد.